نحير ما تفوتيش فيها الشهر الاول تطلع لك برا. يزيد ابو صابون رئيس جمعيتنا تنزلات للتنميه والتضامن الاقليم المحمديه. احنا في دائما في اطار اليوم العالمي للارض كننظموا دائما واحد عمليه تهيئه وتنظيف المقابر على مستوى اقليم المحمديه بما فيها جميع الجماعات المتواجده بطرب اقليم المحمديه، عين حروده، الشلالات، بني خلاف، المحمديه، سيدي مسلم بن علي، سيدي مسلم جدوب. هذه السنه 2018 كنتواجدوا بالجامعه القرويه الشلالات خاصه بمقبره سيدي بوشعيب، اللي اليوم غننظموا عمليه تهيئه ومقبره مقبره سيدي بوشعيب، غنقوموا بقلع الاشواك الضاره، تلبيط المقابر وجدران وسور المقبره، اضافه الى تسريح وتعبيد الممرات المقابر وخاصه لتسهيل العائلات الموتى خاصه في وقت الزيارات. كذلك شاركوا معنا اكثر من 400 من النساء والشباب وبعد ورجال منطقة عين حرودة والشلالات. قمنا بتوزيع القبعات الشمسية والأكياس البلاستيكية. كذلك ساهموا معنا مجموعة من المقاولة المواطنة والمحسنين في هذه العملية المبادرة الخيرية، إضافة إلى تنظيم كذلك تشمل هذه العملية تنظيم وجبة الفطور وجبة الغداء لفائدة جميع المشاركين. محمد مستشار بجامعة شلالات. كنشكر الجمعية في شخصها ليزيد أبو صابون اللي هو معروف عليه بهذه الأعمال وهذه بادرة طيبة لصيانة مقبرة سيدي بوشعيب واللي هي قديمة قديم القدم من جميع المقابر الموجودة بالجامعة. وحبذا وكنتمنى إن شاء الله بشراكة مع الجامعة سميتو نديروا عمليات أخرين في جميع المقابر التابعه للجامعه الشلالات. وجامعه الشلالات شخصها السي عمر تلاوي عطات التوصيات ديالو، قررنا في المقرر ديال الماليه باش نخصو خصصنا واحد المبلغ باش ندورو على جميع المقابر ديال الجامعه للصيانه واللي خاصها حائط سور ديال الحمايه غادي نقومو به ان شاء الله. وكنشكروا الناس ديال الاعلام على الوقوف ديالهم جميع بهذه العمليه اللي هما تما بالمرافقه ديالهم كنتعاونوا جميع باش نقوموا بهذه العمليه اللي هي في حقيقه هاد المقابر راهم في حاجه تمام. واخا هما اموات ولكن راه في حاجه للصيانه ومن يرد لهم البال. وكنشكركم وشكرا جزيلا. نحير ما تفوتيش فيها الشهر الاول تطلع لك برا. لا ودابا حنا فرجينا فرحانين ما تنحسوش لا بالشتا ولا بالبرد، تنجيو نطوعوا في سبيل الله تنقيو هاد المقابر، تنطلبوا الله تبارك وتعالى يجي ينقي قبورنا حتى حنايا. وخا كانت الشتا وكان البرد فرحانين وطالعين يمتي صباح الحال، عيطنا ليزيد هو اللي تمسيرنا هو اللي تيقول لنا تعاونوا معايا وتنتعاونوا معاه وما تنتخلاوش عليه في سبيل الله، تنطوعوا في سبيل الله. اي روضه مشينا المولاي بشعيب، احنا اول مره جينا هنا المولاي بشعيب، جينا سيد احمد بن يشو، مشينا ثاني للسيد العربي، كاع السادات تنمشيو لهم مدرسات، تنطوعوا في سبيل الله بلا طمع بلا والو. وحنا فرحانين لهاد المجال اللي جينا ليها. السلام عليكم. المهم حنا ديما كنناضلوا في هاد القضيه ديال المقابر، كيكونوا فيهم هاد الاعشاب، كيكون فيهم هاد الشيء ديال سميتو، كنجيو نجنيو كنحيدوه، ولكن بالخصوص بالنسبه للراجل السباق كنجي انا وياه كمراه وهو راجلي، كانه كيسبق حتى انا كنشد الشيزه وكنجير معاه، لان يعني داك الشيء كنبغيو الاجر، وماشي هادي الاولى. دابا مده 5 سنين مشينا للقايد حجاج.